في بعض الأحيان قد ترون أن طريق الشر أسهل من طريق الخير، وفي لحظة ضعف تتظاهرون بأنكم أصبحتم سيئين وتحاولون القيام بأعمال مؤذية. ولكن هل سمعتم عن شجرة تفاح تنمو عليها عناقيد العنب؟ هذا أنت يا صديقي. لا يمكن للشخص الطيب أن يقدم على أفعال شريرة مهما حاول أو تظاهر. وإن أردتم أن تتأكدوا من صحة كلامي، تابعوا هذه الحلقة. ماذا؟ مجرد حل؟ سأتأخر، يجب أن أصل في الوقت المحدد. أستاذ الحصة الأولى عصبي المزاج، سيعاقبني إن دخل غرفة الصف ولم يجدني. سحر. حاضر. عنتر. حاضر. هاني. جنان. حاضرة. كنان. أستاذ كنان لم يصل إلى الصف بعد. حاضر. لما أنت متأخر عن الصف يا كنان؟ آسف، لقد تأخرت في الاستيقاظ. ما دامت المرة الأولى لن أعاقبك. شكرا يا أستاذ. هيا اجلس في مقعدك. تأخر. إنها غلطتك، لما لم توقظيني؟ حاولت إيقاظك فطلبت أن أتركك. حقاً؟ كنان؟ نعم. أخرج دفتر التمارين، أريدك أن تدون إجابات الوظيفة على السبورة. حاضر. أين دفتر التمارين؟ خرجت من المنزل مسرعاً ونسيت أن أحضره معي. لست متأخراً وحسب، بل لم تكتب الوظيفة أيضاً. كتبت الوظيفة ولكنني نسيت إحضار الدفتر. أخرج إلى الممر وارفع يديك إلى الأعلى. يعاقبني مع أنها المرة الأولى التي أنسى فيها دفتري. ليس عدلاً، تأخرت في الاستيقاظ ونسيت دفتر التمارين لأنني كنت أدرس إلى وقت متأخر. غير معقول، التلميذ المجتهد يطرد ويعاقب؟ أنزل يديك يا غبي، ليس هناك من يراك الآن. أخبرني، لماذا عاقبك الأستاذ؟
لأنني وصلت متأخراً ونسيت دفتر التمارين في المنزل. هذا أمر سخيف ولا يستحق العقاب. أنت تلميذ مجتهد ويجب أن أعاملك باحترام أمام زملائك في الصف. مسكين حقاً، لا شك في أنك أصبت بالإحراج. أرسلني الأستاذ إلى الممر ليعاقبني ولكنني لا أهتم. الأمر بسيط، لا عمل ولا دراسة. ألعب في المنزل مساء وأتسلى في ممر المدرسة صباحا. لا تقل إنك جئت إلى المدرسة دون أن تتناول الفطور. أعاقب مع أنني أتضور جوعا. أحسنت، لا تسمح لأي أحد بأن يزعجك. أن أكون سيئا يا زاهر أفضل من أن أكون مهذبا. أحسنت يا كنان، إلحق بي هيا. إلى أين سنذهب؟ تعرف بعد قليل. الحياة ممتعة حقا، استرخاء وشرب عصير وتناول أنواع من الطعام اللذيذ ومن دون عمل أيضا. زاهر، أرى أن كنان معك. أجل، لم يعد كنان ضدنا بل سينضم إلى فريقنا. ولكن يا كنان، هذا وقت المدرسة، فلما أنت خارج الصف؟ تكلم. دعك من هذا الكلام الفارغ، من الآن فصاعدا كنان سيبقى معنا. لا أصدق أنك ستنضم إلينا حقا. هل تريد أن تصبح ولدا سيئا يا كنان؟ أجل، فعندما أكون جيدا أعامل بقسوة. أهلا بك في فريقنا، ولكن في البداية عليك اجتياز اختبار الأفعال السيئة. الأفعال السيئة؟ هون عليك، إنه اختبار سهل. تعال. لا تقولا إن الاختبار هو إمساك الحبل. انظرا، إنه صديقي هاني. هذا هو الاختبار يا عزيزي، عليك أن تسحب الحبل بسرعة عندما يمر هاني بالقرب من الشجرة. إن نجحت في ذلك أصبحت ولدا سيئا يا كنان. لكن هاني سيتلوث بالطلاء. لا تعارض، هل ينفذ؟ ما الذي تنتظره؟ هيا اسحب الحبل قبل أن يبتعد. حسنا، ولكن هاني صديقي. أسرع. هاني، النجمة. سامحني يا هاني. النجمة فاعدة. يكفي أيها المزعج، إنها علبة طلاء لا أكثر. تبدو أكثر جمالا باللون الزهري يا هاني. ما الذي فعلته بي أيها الشرير؟ لوني الجميل. هذا الطلاء لا يزول بالماء يا صغير. كنان، لقد نجحت، أنت الآن فرد من فريقنا الشرير. كيف فعلت هذا؟ لا أستطيع أن أسامح نفسي. النجدة ساعدوني، أليس هناك من يسمعني؟ أنا خائفة. خائفة. جنان، ما الذي يخيفك؟ أين أنت؟ شبه في المنزل. لعلك تتوهمين. رأيته بعيني. قد يكون لصاً. قلت لك رأيته. إذن أسرعي قبل أن يهرب. اخرج أيها اللص. كان يختبئ في المطبخ. أسمع صوتا قادما من وراء الصندوق. رأيته، إنه شبح. هيا اخرج، اخرج أيها الشبح الجبان. توقف، أنا لست شبحاً يا هنا. إنه صديقنا هاني. زهر وباهر سيئان، هما من فعل بهذا. آسفة يا هاني، لم أكن أعرف أنه أنت، سامحني. إنها غلطتي أنا من لوثت هاني بهذا الطلاء. ما الذي تقوله يا كنان؟ أنت سكبت الطلاء الزهري فوقي. آسف، سامحني. أنت سيء يا كنان، خيبت ظني. من
لم يعد يهمني إن لعبت معي أو لا، المهم عندي الآن أن يسامحني هاني على ما فعلته. لن أسامحك على فعلتك يا سيء. هيضربني يا هاني قدر ما تريد، فأنا أستحق ذلك. لماذا يا كنان؟ لقد كنت طيبا ومهذبا، لا أفهم كيف أصبحت سيئا تحب أذية الآخرين. سامحني، أعدك بأنني لن أكرر فعلتي السيئة، سأعود ولدا جيدا. أخي أصبح سيئا. توقف عن البكاء، غضبت لأنني أحبك، وما دمت اعترفت بخطئك فسأسامحك. هاني هل سامحتني يا صديقي؟ شكرا يا هاني، شكرا لأنك سامحتني، أعدك بأنني لن أكرر هذه الأفعال السيئة أبدا. كم أنا سعيدة لسماع ذلك. أجل، تعلمت درسا جيدا، الأفعال السيئة لها نهاية سيئة أيضا. احضن هنا. النجدة انقذونا، هناك شبح يلحق بنا، انقذونا يا امي، انقذونا. كنان توقفا، هناك شبح يلحق بنا، سنسرق اوراق الامتحان، اهذا مفهوم؟ دعك منها، نريد ان ننجو بانفسنا. لن ترحلا، اتفقنا أن نقوم بالأعمال السيئة معا. لا نريد أن نقوم بأعمال سيئة، نريد أن نعود إلى المنزل. وداعا. أظن أنهما تعلما درسا جيدا عن فظاعة الأعمال السيئة. لقد صدقا أن هناك شبحا يسكن المدرسة. كم جميل أن نحارب الأعمال السيئة.